شكرا لزميلة العنود الصوري من مركز الأخبار اللي عرفتنا على آخر الأخبار من صحيفة الخليج. مشاهدينا، مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بات اتخاذ التدابير الوقائية واجب محتم على كل فرد. كذلك تزداد المسؤولية على عاتق الأهل لتوعية أطفالهم بطرق الوقاية حفاظا على سلامتهم. للحديث أكثر مشاهدينا عن حديث الساعة طرق الوقاية وخصوصا للأطفال، سعدنا نرحب باستديو صباح الشرقة بالدكتورة نجلاء حسين سجواني، استشاري طب الأسرة ورئيس قسم الصحة المدرسية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع. صباح الخير دكتورة، وحياك الله معنا في صباح الشارقة. سعيدين بوجودك معنا. يا هلا ويا مرحبا. يعطيك العافية. في البداية دكتورة، شو هو كورونا؟ الكورونا هو فيروس طبعا. تسموه كورونا لأن شكل الفيروس تحت المجهر في حوالي مثل التاج اللي هو الكراون. فسموه كورونا، هي عبارة عن فصيلة من الفيروسات فيها أكثر من نوع. خلال السنوات أو السنوات الماضية أو الفترة الفاتت تعرفنا على أكثر من نوع فيها، يمكن سمعتوا عن سارس، سمعتوا عن ميرس، كلها أنواع من الكورونا. الفيروس هذا الجديد اللي هو الكورونا المستجد اللي سبب مرض كوفيد 19 ظهر لأول مرة في نهاية العام الماضي في ديسمبر 2019 في تشاينا، عشان شي يسموه كوفيد 19، مع أن احنا ياسين نشوف تداعياته في 2020 بس اتهموا 2019 لأنه كان ظهر أول حالة فيه في نهاية السنة. حلو دكتورة، بالنسبة للأطفال هل يؤثر كورونا على الأطفال؟ نعم، فيروس كورونا يؤثر على جميع الفئات العمرية، يعني هو يصيب الأطفال، يصيب الكبار، يصيب الذكور والإناث، ما يميز أبدا، هو يصيب الجميع. لكن لسبب ما يمكن مش معروف وايد، اكتشفوا أن الحالات الموجودة في الأطفال وإن كانوا الأطفال انصابوا تكون معظم الحالات أعراضها بسيطة. أكثر الوفيات صارت في كبار السن وليس في الأطفال، يعني في وفيات في الأطفال ولكن نسبة جدا ضئيلة، حتى أقل من 0.5%. فالأطفال نعم يصابون بالفيروس ولازم نعلمهم كيف يقون نفسهم بالفيروس. مهم جدا، ليش؟ لأن الطفل ممكن تكون أعراضه بسيطة وينقلها لكبار السن لو كان معاهم في نفس البيت. أكيد دكتورة نجلة، مثل ما قلتي، لكن نحن نلاحظ أن انتشار الفيروس بين الأطفال لم يكن بنفس التأثير اللي نحن نشاهده بين الكبار وكبار السن بشكل خاص. هل المناعة تلعب دور في هذه الحالة؟ طبعا الفيروس مثل ما قلنا جديد، ففي اشياء كثيره لحد الحين تدرس مش معروفه اسبابها. ليش الفيروس عاده ما يؤثر بشكل كبير على الاطفال؟ في اكثر من نظريه. واحده من الامور اللي ممكن تكون محتمله انه يمكن في مستقبلات معينه للفيروس مش موجوده عند الاطفال، لان الفيروس يحتاج مستقبل. صحيح. فاحتمال انها تكون موجوده عند الكبار مش موجوده عند الاطفال، هذا احد الاحتمالات. في احتمال ثاني انه ممكن الجهاز المناعي عند الكبار يتفاعل مع الفيروس بشكل مختلف، وهذا اللي يخلي الأعراض أشد. وفي احتمال ثالث بعد أن الفيروس يمكن يستهدف الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر وغيره، وطبعاً تعرفون أن الكبار هم اللي عندهم ضغط وسكر وأمراض قلب وليس الأطفال. ففي أكثر من نظرية، لحد الحين السبب 100% مش معروف، بس هاي قد تكون أحد الأسباب اللي تخلي الكبار أكثر عرضة للإصابة بأعراض أشد وللإصابة بالفيروس بشكل عام. جميل دكتورة، شو الأعراض اللي تدل على إصابة سواء كان الصغار أو الكبار بفيروس كورونا، والفرق اليوم ما بين فيروس كورونا والإنفلونزا العادية، خصوصا ما بين قوسين خلال هالفترة يعني مع تقلب الأجواء ترى نحن ممكن يصير عندنا احتقان، زكام، التهاب في الأذن، في الأنف، بالتالي هذا ما يعني أن نحن فينا كورونا. صح كلامك، صحيح طبعا. الفكرة أنه شوي صعب أن نحن نميز بين الأعراض. الأعراض عند الكبار والصغار، يعني إجابة على البارت الأول من سؤالك، الأعراض عند الكبار والصغار نفس الأعراض. نعم. يعني ما في فرق بين الكبار والصغار. التمييز بينه وبين الإنفلونزا العادية شوي صعب، لأن نفس الشيء معظم الناس يصير عندهم أعراض وبالذات الأطفال، كحة، زكام. يمكن الكحة أكثر شيء يكون موجود في تقريبا كل الحالات. الكحة، الزكام، الحرارة عند نسبة كبيرة من الناس، حتى اللي ما يكون عندهم في البداية حرارة ممكن بعدين يصير عندهم حرارة. ممكن الأطفال يصير عندهم ترجيع أو قيء مع إسهال، بعد هذا واحد من أعراض الفيروس. التمييز بين كأعراض بين الفلو العادي وبين الكورونا صعب شوي، بس نحن نطلب دائما من الشخص إذا كانت الأعراض شديدة أو إذا كان عنده تاريخ أنه راجع من سفر أو صار عنده مخالطة مع شخص مصاب.
في هالحالة ممكن نشك أكثر أنه هو حالة مشتبه فيها. غير كذي مثل ما قلت لك صعب شوي أن نحن نفرق بينهم. الفكرة أنه لا سمح الله بعد فترة يعني ممكن يصير ضيق في التنفس، هني نبدأ نفكر أنه لا فعلا ممكن يكون هذا نيمونيا، بدت نيمونيا. وطبعا هالشيء حتى ممكن يصير في الفلو العادي، بس هو العرض اللي يخوفنا شوي ضيق التنفس. نعم. بالنسبة للتطعيمات واللقاحات دكتورة، في كثير من الأشخاص متعودين أنهم كل سنة بشكل سنوي يأخذون لقاحات الإنفلونزا. نعم. بعد هذا اللقاح هل ممكن هم يحسون بأعراض معينة؟ هم ممكن أنتيهم حمى أو حرارة؟ نعم، تطعيم الإنفلونزا أو لقاح الإنفلونزا مثل ما تفضلتي سنوياً إحنا المفروض نأخذه، لأن الفيروس الإنفلونزا يغير نفسه سنوياً، فالاسترينز اللي تكون موجودة أو تركيبة التطعيم تختلف من سنة لسنة، نغيرها حسب الفيروس اللي متوقعين إنه ينتشر في هذه السنة. ففي طبعاً هو الفيروس، عفواً اللقاح آمن، لكن في بعض الناس يحسون بعد ما يأخذون اللقاح بفترة بأعراض بسيطة تشبه أعراض الزكام، بس تكون أعراض جداً خفيفة. وغالباً التطعيم هذا يعني يقيهم من الإنفلونزا طول العام، وحتى لو يتهم تيهم بطريقة وايد أخف من الشخص اللي مو ماخذ التطعيم. نعم. بنرجع إلى فيروس كورونا، وأعتقد جانب جداً مهم لابد أن نحن نسلط الضوء عليه، اللي هو فترة حضانة الفيروس عند الأطفال بشكل خاص. نتكلم إحنا عند الأطفال، نسلط الضوء عليهم شوية. نعم، فترة الحضانة عند الفيروس تصل إلى تقريباً 14 يوم، يعني ممكن بعد ما تلتقط الفيروس لحد 14 يوم الشخص هذا ما تكون عنده أعراض. معظم الناس لاحظوا أن الأعراض عندهم تبدأ في الأسبوع الأول، يعني ممكن من إلى خمسة أيام إلى سبعة أيام، لكن يمكن أنه يصل لـ 14 يوم. عشان كذي إحنا دائماً لما ننصح الناس اللي صار عندهم مخالطة، أو مثلاً حالياً اللي راجعين بالسفر ونكلمهم عن الحجر المنزلي، نقول له مثلاً أنت حاول تعزل نفسك عن الآخرين مدة 14 يوم لحد ما تتأكد أن خلال هال 14 يوم ما صار عندك أي أعراض. جميل. دكتورة يعني كذلك بتكلم عن نقطة جداً مهمة، مسألة الذهاب إلى العيادات والمستشفيات. البعض خلال هالأيام متخوف، يعني حتى لو يلي زكام أو عنده احتقان يخاف يروح العيادة خوفا من الإصابة بعدوى بسبب التشكيك. يعني نحن أكيد متأكدين دائما العيادات والمستشفيات يتم تعقيمها باستمرار، ولكن هذا الخوف يعني موجود خلال هذه الأيام، ما ننكرنا بعض الناس يعني وصلت لمرحلة الخوف من الإصابة بالفيروس. يعني كيف أو متى تستدعي الحاجة للذهاب إلى الطبيب في حال الإحساس بأعراض الإنفلونزا؟ طبعاً إحنا في هاي الفترة ما ننصح الناس اللي عندهم أعراض بسيطة واللي ما عندهم احتمالية إصابة أصلاً إنهم يذهبون إلى المراكز الصحية. عادة أعراض الإنفلونزا البسيطة ممكن شخص يتعامل معها في البيت، يعني ممكن يأخذ خافض حرارة، يرتاح، يأخذ سوائل دافية. طبعاً ننصح الناس يروحون المركز الصحي متى؟ إذا كانت مثل ما قلت لكم الحرارة عالية وايد مو قادر يسيطر عليها في البيت، بالذات الأطفال، أو إذا صار عندهم صعوبة في التنفس، أو إذا كان هذا الطفل أصلاً عنده أمراض مزمنة من قبل، يعني مريض ربو أو عنده مشكلة صحية أخرى. وطبعاً اللي راجعين من السفر أو اللي صار عندهم مخالطة دائماً ننصحهم إنهم يتصلون إذا كان عندهم شك إنهم عندهم إصابة، إنهم يتصلون بالأرقام الموجودة. طبعاً الموجودة دائماً أرقام المؤسسات الصحية في الدولة. نعم. وفي ناس هناك بيردون عليهم على مدار 24 ساعة ويوجهونهم إذا هم يحتاجون فعلاً عناية طبية أو لا. جميل. لاحظنا أن هذا الفيروس في هذه الفترة انتشر عند الكبار بشكل كبير، يعني مقارنة بالصغار الموجودين، لكن هذا ما يمنع أن نحن نتخذ كافة الإجراءات الوقائية للوقاية من العدوى من هذا الفيروس. اليوم لله الحمد دولتنا الحبيبة ومختلف الجهات والمؤسسات التعليمية أطلقت كثير من المبادرات، منها مبادرة التعلم عن بعد بالنسبة للأطفال للوقاية من هذا الفيروس. وأهنا أعتقد أن دكتورة نجلة دور الأهل في مسألة الوقاية واتخاذ كافة الإجراءات، نتكلم شوي عن هذا الجانب. صح، أشكرت طبعاً سلطتي الضوء على الموضوع، لأن الفكرة كانت من إطلاق مبادرات التعلم عن بعد أن نحن نخلي الأطفال في بيوتهم ونقلل الاختلاط شوي في المدارس بين الأعداد الكبيرة من الأطفال. فنصيحتنا هني لأولياء الأمور أن الفترة هذه هي مش فترة أجازة، هي فترة أولاً تعلم عن بعد، وثانياً الفترة هذه الفترة المفروض نحن قد ما نقدر نحاول
نحاول نجنب فيها الأطفال الازدحام والأماكن المزدحمة. نعم. فإحنا ننصح أولياء الأمور هاي الفترة أن يخلون الأطفال في البيت بقدر الإمكان، إذا ما في ضرورة أنهم يطلعون ما في داعي يطلعون. طبعا أكيد وايد مهم نعلم الطفل العادات الصح اللي هي غسل اليدين، أهم شيء غسل اليدين بالطريقة الصحيحة في الماء والصابون. إذا كان الماء والصابون مش متوفر إحنا ممكن نستخدم المعقمات. نركز وايد على هاي النقطة، نعلم أطفالنا نكون نحن قدوة بالنسبة صحيح. لهم في هذا الشيء. ومهم جدا بعد نعلم الأطفال في هاي الفترة أن يتركون مسافة أمان بينهم وبين الآخرين اللي هي تقريبا متر إلى مترين. وايد مهم نعلم الأطفال أن في هاي الفترة إذا في كبار سن في البيت يتجنبون موضوع العناق صح. والتقبيل. وصح صعبة نحن متعودين يعني على هال بالذات مع كبار السن نحب رأسهم أو بس هالفترة عشان مصلحتهم نحاول نحن شوي نتجنب موضوع التلامس ونخلي يعني نخلي الحب من بعيد هاي الفترة صحيح. فنحاول نحن نتجنب أن نحن ننقل لهم العدوى. صحيح هذه نقطة جدا جميلة، و سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ذكرها من خلال حديثه، يعني أن نحن من واجبنا نحافظ على كبار السن، يعني الله يحفظهم إن شاء الله ويحفظ الجميع. متواصلين بحوارنا بيكمل معك إن شاء الله دكتور، ولكن راح نطلع لفاصل سريع لنتعرف من خلال مشاهدين على طرق الوقاية من فيروس كورونا. إذا مشاهدنا تابعنا وإياكم طرق الوقاية من فيروس كورونا، مثل ما ذكرت أكيد دكتورة الأجلاء، يعني غسل اليدين من أهم الخطوات اللي تبعدنا عن الفيروس، لأن دحين دائما بشكل عام نمسك يعني ويهنا، فبالتالي المحافظة يعني على صحة ونظافة اليدين في المقام الأول هي أفضل طريقة للوقاية. دكتورة الأجلاء كذلك نقطة جدا جدا مهمة، لبس القفازات، الكمامات، واستخدام المعقم أو المطهرات باستمرار. كلمينا عن هذه الثلاث النقاط المهمة جدا ونحطها تحتهم خط كذلك. بالنسبة للبس الكمامات، طبعا لبس الكمامات لا ينصح فيه إلا للناس اللي هم أصلا مرضى، يعني إذا أنت بتخالط ناس وأنت حاس أنك مريض أو عندك أعراض زكام أو كحة تلبس الماسك عشان تحمي الآخرين في حال إذا كحيت أو عطست أن ما ينتشر الرذاذ. كذلك ممكن نلبس الكمام إذا نحن رايحين مكان مزدحم وحاسين أن نحن ما راح نقدر نترك مسافة الأمان بيننا وبين الآخرين اللي هي تقريبا مترين، ففي هالحالة ممكن نلبس الكمام. وطبعا الكمام مهم جدا للمريض نفسه أنه يلبسه أو للعاملين الصحيين اللي يحتاجون يلبسون كمام لأنهم على طول يتعاملون مع مرضى. في مشكلة في لبس الكمام إسماعيل، أن الناس للأسف أحيانا تتعامل مع الكمام بطريقة خطأ، ممكن تكون يعني خطورتها أكثر. لاحظت أكثر الناس تمسك الكمام من النص، ما تتخلص منه بالطريقة الصحيحة، أو ممكن يتمون لابسينه فترة جدا طويلة، يعني يكون طول اليوم لابس نفس الكمام وما يغيره، وهذا بالعكس ممكن يساعد أكثر على انتشار الأمراض. القفازات يعني بعد نفس الشيء ما أعتقد لها داعي إذا نحن بنغسل إيدينا وبنستخدم المطهر قبل ما نلمس الوجه أو ناكل، ما أعتقد في داعي للقفاز. نفس الشيء القفاز مشكلته أنه ممكن أكون لابسنا فترة طويلة وألمس أكثر من شيء وأنقل العدوى، فوايد أفضل أني أنا أغسل إيدي كل ساعة أو كل ساعتين حسب ما أحتاج، يعني أساس أني أنا أقلل انتشار العدوى. بالنسبة للمطهر، طبعا المطهر أو المعقمات ممتازة للناس اللي ما يقدرون يغسلون ايديهم. احنا معظمنا في الدوامات ممكن تكون المغاسل بعيدة عنا أو يعني صعب أن نحن نوصل المغسلة ونغسل ايدينا، فالمطهر أو المعقم هو بديل جيد ولكن ليس أفضل من غسل اليدين. غسل اليدين بالماء والصابون ما زال هو أفضل
شيء، يعني أفضل شيء. المطهر إذا بستخدم مطهر دائما ننصح الجمهور أنه يتأكد أن كمية الكحول الموجودة في هذا المطهر أكثر من 60%، لأن في مطهرات موجودة في السوق يا أما مو موجود عليها النسبة كم، أو أن النسبة أقل عن 60%، أقل من 60% ما يقضي على الجراثيم بالطريقة اللي نبغيها. فيفضل لما بنشتري معقم سواء للكبار أو للصغار نتأكد أن تكون نسبة الكحول أكثر من 60. جميل دكتورة، في نقطة كذلك جدا مهمة، يعني سمعتها من بعض الأشخاص، يقول المعقم يقضي على البكتيريا، فالفيروس كورونا هو فيروس مو بكتيريا، فالمعقمات هي ما تحمي من الفيروس. خلينا شوي نتكلم هذا الجدل، يعني شو المعلومة الصحيحة في هذا الموضوع؟ لا، الكحول أو المعقم لأنه موجود فيه كحول، فالكحول لا يقضي على الجراثيم بشكل عام، مثل ما يعني قلنا قبل أنه مش نفس الماء والصابون، ولكنه يقضي على الجراثيم ويعتبر بديل جيد إذا كانت نسبة الكحول فيه جيدة. حتى الكحول أحيانا ينصح فيه بتنظيف الأسطح حتى فيه، لأنه هو يقضي على الجراثيم فيعتبر بديل جيد. هل المعقم يعتبر آمن بالنسبة للأطفال إذا تم استخدامه من قبل الأطفال؟ لأن في بعض المعقمات دكتورة نشوف غير الكحول في مواد أخرى مثل المرطبات وغيرها من المواد، شو المواد الأساسية اللي يجب أن تتوافر كذلك في المعقمات بالنسبة لاستخدامهم لدى الأطفال؟ معظم المعقمات يكون مثل ما يعني قلنا فيها كحول، وفيها تكون ماده مرطبه جل او غيره، على اساس انه يعني لو حطينا الكحول دايركتلي على الايد راح يسبب جفاف. فدائما المعقمات الموجوده التجاريه الموجوده في السوق يكون فيها مع الكحول ماده ترطب، يفترض انها هي امنه للاطفال، ما في اي مشكله من استخدامها عند الاطفال، مع تشجيعهم على بقدر الامكان استبدال الموضوع باستخدام الماء والصابون، ولكن المعقم امن على الاطفال ما في اي مشكله من استخدامه. جميل حلو، وذكرتي نقطة دكتور نرجع لها، أن نحن لابد أن نغسل يدينا يعني، أو استخدام المعقم هل يكون باستمرار؟ لأن في بعض الناس على كل شوي معقم كل شوي معقم، فأتوقع هذا شيء بيد اليد يعني. المعقم نستخدمه يعني النصيحة أن احنا نستخدم المعقم قبل ما نلمس الوجه، يعني إذا بتلمس عينك أو الأنف أو الفم لازم تكون استخدمت المعقم. المعقم نستخدمه كذلك إذا لمسنا أسطح حسينا أن هاي الأسطح مش نظيفة، يعني مثلا أنا اضطريت أني أنا أروح لمكان وألمس أسطح معينة مثلا مقبض الباب أو غيره وحسيت أنه مش نظيف، يفضل أن أستخدم المعقم. ننصح وايد بغسيل الإيد والمعقم للمرضى، يعني إذا أنت مريض وتكح وتعطس على طول ينصح أنك أنت على طول تغسل إيدك وتستخدم المعقم عشان ما تعدي الآخرين، بس طبعا استخدامه بشكل زايد ويصل لدرجة الوسواس لا طبعا ما ننصح. ذكرتي نقطة جدا مهمة، الوسواس. في كثير من الناس حتى تخاف يعني أنها تطلع من البيت مجرد أنها تفكر أن هذا الفيروس ممكن أن يعلق حتى في الشنطة على سبيل المثال، أو حتى في العباء، أو حتى في الملابس. هل هالكلام صحيح؟ هل ممكن الفيروس أن يبقى في الملابس والأشياء اللي نحن ممكن نحن نحملها من مكان إلى آخر أم لا؟ الفيروس يبقى على الأسطح فترة طويلة، ساعات، وفي دراسات تقول له ممكن يصل إلى أيام. الفكرة أن الفيروس ما راح، يعني إذا أنت طالعة ما بيلصق في الشنطة أو في العباء. الفكرة لو حد عطس أو كح، يعني إذا الرذاذ نزل على الشنطة أو نزل على العباء أو نزل على السطح، أما لا أن أنا أطلع برع والفيروس مثلا بي وبيلصق على الشنطة، لا هذا الكلام مش صحيح. هذا أفلام الخيال العلمي شفناه وايد. حلو دكتورة، دائما يعني ذكرتي أن فيروس كورونا هو فيروس مستجد كوفيد 19 أو 19، وما زالت البحوث والدراسات تجري على هذا الفيروس بشكل مستمر، وأنتم دائما كأطباء في عندكم تحديث. نعم. يعني للمعلومات، كلمينا عن آخر المعلومات والأبحاث بخصوص فيروس كورونا، مدة بقائه مثل ما ذكرتي على الأسطح. نعم. في الجو وآخر المستجدات في هذا الفيروس. الفيروس جديد يعني فعلا، واحنا في دراسات حاليا طبعا بدأت تطلع من الصين لان هي اول دوله انصابت بالفيروس، وصار مجموعه من الدراسات، بس ما زلنا عشان نفهم الفيروس نحن محتاجين وقت، ومثل ما تفضلت هذا يخلينا نحن على طول الاطباء مضطرين ان احنا نواكب المستجدات، يعني ممكن اليوم يكون في توصيه معينه، خلال يومين التوصيه شوي تتغير. بشكل عام ما زال في الاتفاق انه الفيروس ينتقل بالرذاذ، الرذاذ الملوث، يعني هذا الشيء تقريبا ما زال
يعني التوصيات هي ان احنا نتجنب اي شيء يخلينا نتعرض للعدوى عن طريق الرذاذ الملوث. الفيروس في كانت فتره دراسات مؤخرا طلعت انه ممكن يبقى في الجو فتره معينه، ولكن ما زلنا لا ننصح بلبس الكمام على طول الا للناس اللي يعملون في القطاع الصحي، اللي هو ممكن يكون في احنا نسميه ايرسول بروسيجر قاعده تصير في الغرفه، يعني شيء يثير الفيروس انه يتحرك ويكون موجود في الجو. بشكل عام ما زلنا نحن ننصح الجمهور انه ما في داعي لبس الكمام اذا ما كان المكان مزدحم او ما كنت انت مريض ولا كنت تتعامل بشكل مباشر مع مرضى. نعم، انتشرت كذلك دكتورة نجلة كثير من الفيديوهات حول طرق الوقاية من فيروس كورونا، منها هذه الفيديوهات وهي موجهة للأطفال، كيف ممكن هم يغسلون إيدينهم بطريقة صحيحة وسليمة، كيف ممكن هم يقون أنفسهم من هذا الفيروس من خلال استخدام المعقمات، كيف ممكن أن هذا الفيروس ينتشر. كثير من الفيديوهات انتشرت، لكن نحن إذا بدنا نتكلم مع طفل على سبيل المثال، كيف نجيب على استفسارات الطفل بطريقة أن ما نحسسه وما نعيش هذا الطفل في خوف دائم، في نفس الوقت نخليه يتبع كافة الإجراءات الوقائية عشان يحمي نفسه من هذا الفيروس. نعم، طرقتي النقطة مهمة اللي هي نقطة الخوف أو القلق اللي كثير من أولياء الأمور ما يفكرون فيها. إحنا الكبار لما نقلق نعبر نقول أنا قلق، أنا صحيح. أنا حاتي، أنا خايف، أنا مثلا ما نمت البارحة لأني أفكر مثلا في الفيروس أو whatever. بس الأطفال عادة ما يعبرون بهاي الطريقة، فممكن إحنا نلاقي بعض الأطفال في هالفترة قلقين لأن القلق ينتقل لهم من الكبار، فتلاقيه ممكن ما ينام زين، أو أحيانا بعض الأطفال يكون ملتصق جدا بالأهل هالفترة، يكون خايف من غير ما يقدر يعبر. فإحنا مهم جدا نطمن الأطفال، نخبرهم أن الأمور يعني ما فيها جيدة وأن الأمور كلها راح تكون تمام إذا نحن اتبعنا النصائح وغسلنا يدينا وقللنا شوي طلعاتنا والتخالط والازدحام. صحيح. مهم جدا نحن نجاوب على أسئلتهم بشكل دقيق وعلمي من غير ما نخوفهم، يعني أنا أوصل له الإجابة من غير ما أخلق عند الرعب، يعني ما أقول له غسل يديك ولا بتموت وبيك الفيروس. هذا الكلام يخوف الطفل ويدخله في حالة من القلق يمكن نحن بعدين نشوف نتائجها. فيفضل اني انا اوصل للطفل ان بطريقه بسيطه ان اوكي في فيروس بس نحن لو غسلنا يدينا ممكن نحن نقضي عليه ونحن اقوى منه، ومن هالكلام اللي يطمن الطفل وفي نفس الوقت يحذره، يعني انت تحذر الطفل انه ياخذ الاجراءات الوقائيه بس في نفس الوقت ما تخليه يخاف او يقلق. صحيح، هاي مساله الخوف، زرع الخوف حتى يعني نحن كذلك مقبلين ان شاء الله على فتره وتعدي دائما مثل ما يقولون، وان شاء الله يعني يصلون للعلاج وبعدها الاطفال راح يباشرون دراستهم في المدارس إن شاء الله. فبالتالي هم كذلك مقبلين على بيئة ممكن تكون في ذهنهم إن لا والله انتشر الفيروس في المدرسة، أنا ما بروح المدرسة، ممكن يكون صحيح. في على طاولتي، في مكتبتي، في على الكراسي، فبالتالي مسألة الخوف يعني ممكن تؤثر على نفسيتهم. نتعامل مع الأمور بحذر وكذلك يعني ما نزرع مثل ما ذكرنا الخوف. دكتورة يعني قبل أن نختم اللقاء عذرا يعني يمكن كثير سألناك أسئلة، ولكن يعني هذا الفيروس هو حديث الساعة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن تجربة لقاح، كذلك الصين أو كوريا أمس توقع، وكذلك اليوم سمعت خبر ولست متأكد يعني أنه في فرنسا. كثير قاعد نسمع أخبار سواء كان مصادر موثوقة أو غير موثوقة، كذلك موجه رسالة للناس أن ما يتبعون الأخبار الإشاعات أو الدراسات أو حتى أعداد المصابين في بعض الأخبار، يعني تقول أعداد ممكن هي غير صحيحة أو بالتالي يعني هذه تعمل على تشكيك اليوم الناس وتشتيت ذهنهم. نتكلم عن هذه النقطة دكتور، نتكلم عن اللقاح ولا عن الأخبار الشائعات؟ اللقاح ومن ثم الأخبار. أوكي. بالنسبة للقاح طبعا حاليا كثير مصانع أو أكثر من شركة ياسة تحاول أنها توصل للقاح للفيروس، بس في فكرة يعني بشكل عام الوصول للقاح ياخذ وقت، لأن أنك أنت يعني تعتمد لقاح وتجربه على عدد كبير من الناس أو تستخدمه محتاج أن أنت تسوي تجارب في مراحل معينة في حالات الأزمات يتم أحيانا يعني تجاوزها، يعني مثلا في مرحلة تكون اللي هي الأنيمال تيستينج أو أن أنت تسوي تيست على حيوانات قبل ما تجربه على الإنسان. في أمور في الإمرجنسيز ممكن أن الواحد يعديها، لكن بشكل عام وصول للقاح معتمد نزوله للسوق وأنه يبقى يستخدم على مجال واسع ياخذ وقت، يعني ممكن ياخذ وقت أحيانا ياخذ سنة، يعني ممكن ياخذ سنة 10 شهور سنة. أنا مش خبيرة في هذا المجال. صحيح. يعني عشان للصراحة عشان ما أفتي بعد في موضوع أنا مش خبيرة فيه، ولكن بشكل عام الوصول للقاح واعتماده ونزوله في الأسواق
ياخذ وقت، مش يعني ما اعتقد نحن نتوقع لقاح خلال شهر او شهرين أكيد. ما اظن يعني صحيح. الشيء الثاني تكلمت عنه الاشاعات، طبعا هاي مشكله كبيره. الاشاعات توصل احيانا معلومه ممكن تضر الفرد وممكن احيانا تضر المجتمع مثل ما تفضلت، يعني ممكن احيانا يكون في تهويل وتخويف للناس، واحنا يمكن شفنا من فتره التزاحم اللي صار على الجمعيات وغيره. يعني انا يعني بصراحه هذا فقدان للمسؤوليه، اللي يطلعون بهالاشاعات ما عندهم مسؤوليه تجاه وطنهم وتجاه مجتمعهم. نحن نرجع ونقول كل مره ان رجاء خذوا الاخبار من مصادرها الصحيحه. الوسائل الاعلاميه والدوله بشكل عام مو مقصره، يوميا تطلع لكم ابديت بالاجراءات الجديده بالتوصيات الجديده، كل ما تطلع حالات يعلن عنها في وسائل الاعلام المختلفه او المواقع اللي هي المعتمده، يعني مثل منظمه الصحه العالميه وغيرها. ففعلا ننصح الجمهور انه ما ينجر وراء الشائعات، بالذات انه بشكل عام هالفتره في قلق والناس خايفة، والناس صحيح. أصلاً عشان خايفة من العدوى والكل ينصح أن يجلسوا في البيت، فأوريدي هم سووا لهم توتر زيادة صحيح. فنطلع نحن نوتر الناس زيادة ونقول لهم لا والله اطلعوا بالميرة وبتخلص الأشياء من السوق، ومن هالكلام اللي أصلاً يعني حتى في الصين، حتى في إيطاليا اللي عانوا أعداد كبيرة من الفيروس، المواد الغذائية كانت متوفرة، ما حد مات مليوع في الصين، في دائماً كان مجال أن الناس تطلع تتسوق تجيب المواد الغذائية. فهذا الكلام طبعا ما له اساس من الصحه، ونتمنى على الناس فعلا انهم لما توصلك اشاعه لا تنشرها. اكيد، ونحن بدورنا نتمنى السلامه للجميع. دكتوره نجله يعطيك الصحه والعافيه، حدثتينا وسلطتي الضوء على طرق الوقايه من هذا الفيروس، فيروس كورونا، وكذلك يعني صححتي بعض المفاهيم الخاطئه. شكرا لك، يعطيك العافيه.